السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمناكم انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. الا كنتوا اول مره كتفرجوا فيا في قناتي ابداعات وفاء، فما تنساوش انكم تابوناو عندي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد وديروا جيم. ودابا قبل لا تكملوا لا فيديو، فنزلوا وحطوا ليا واحد اللايك اللي كيشجعني وكيخليني انني نعطي اكثر واكثر، وتفعلوا زر الجرس كما قلت لكم وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. اليوم يا الحباب مشيت، يعني خرجت بغيت نتقدى ونوريكم، يعني نتقدى لمناسبه يعني شهر رمضان مبارك. فانا كنقول لكم مبروك عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله الله يدخل علينا هذا الشهر بالمغفره الذنوب وبالفرح والسعاده والسرور واستجابه الدعوات. اللي بغات شي حاجه واللي بغى شي حاجه زوينه في خاطرو يوصلها ان شاء الله. وجايه من هذه الطلعه صخات المهم يا البنات، وجرى الكريرسه ديالي ها هي باش نتقدى، وها هي اللبسه ديالي اللي كتبان لكم يا البنات، حيت اليوم سخون الحال شويه ودابا يلاه برد الحال، ولكن الشميشه غبرات ثاني. المهم جو متقلب وهذا الشيء اللي كان. خليكم معايا وما تمشيو فين. هنا يا البنات واحد بلاصه فيها الحلوه، جيت نتقدى شي حاجه. ميلفي ابيض كاين تاع الشوكولاته، عطيني غير وحده ديال الشوكولاته. وهاد بتي بال العمر واش جديد ياك؟ صافي عطيني وحده. وهاد الحرشة واش مالحه ولا حلوه؟ مالحه حلوه. هنا يا البنات جيت لواحد كيوسك كيدير بانيني، فديت بانيني ميكس ناكلو وخليوكم معايا. شوفوا يا البنات هاد السنيسلات زوينين. المهم حتى للدار ونوريكم شنو خديت. شوفوا يا البنات الجنجلان هو زوين نقي، قال لك 500 دريال. وهذا بشحال هذا؟ هذا 700. 700؟ اه بلدي زعما؟ هذا بلدي انا. هذا إيلام شحال إيلام؟ 180. 180 واخا دير ليا شويه من هاد الزنجلان. كيلو ولا شحال؟ قول لي. واللوز بشحال كيدير اللوز؟ هذا 1200. 1200 هذا 1260. 1260 زعما هذاك زايد عليه شويه ولا شنو؟ شحال هنا شحال؟ شوفوا يا البنات عندهم مالين 5 دراهم. كاينين هاد المينات هادو عجبوني البنات، هادو 5 دراهم. هاد الليمون اللي كيديروا فيهم لي طارت ولا الفلون. شوفوا يا البنات هنايا دخلت يعني لداخل المحل، كاينين هادو ديال هاد الليمون هادو بمناسبه رمضان، فحنا يلا كيبانوا لنا المينات. مينات زوينين، اغلبيه كيدير 5 دراهم. وكاين حويجات اخرين بحال هاد المقيلات هادو راه كيكونوا زايدين في الثمن. هادي يا البنات كنت خديت هذاك العام رمضان ديال داك العام، ولكن الصراحه ماشي ديال الكريب، كتحرق الصراحه. هاد الكيسان عجبوني زوينين. واحد الكرسي يا البنات غناخدو ها هو. المهم حتى للدار نوريكم والمكياج حتى هو. هذا يا البنات عندي كنت خديتو كنمسح بيدي يدي ولا زوين. مناديل معطرة يا البنات، المكياج حتى هو بخمسة دراهم. كاينين حويجات زوينين بحال هاد القلم ديال العينين، راه ديجا ديتو زوين، راه وريتو ليكم في واحد الفيديو زوين الصراحة. وهاني البنات رجعت معكم، ورجعت ماشي بيدي خاويين. يعني رجعت لكم باش نوريكم اشنو خديت، ويعني الحويجات اللي خديتها نتقاسمها معكم، ماشي زعما لشي حاجه الا انه
اي حاجه كنديرها واي حاجه كتشريها واي حاجه كتزاد عندي راه احبابي وحباباتي كنوريها لكم وكنشاركها معكم، وكنتمنى ان نكون يعني خفيفه ظريفه على قلوبكم. دعموني وتشجعوني وديروا لي لايك وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وتابوناو عندي في لاشين، وشكرا لكم بزاف. ونبداو على بركه الله. فانا يا البنات قديت من هنا ومن هنا ومن هنا، مهم شي حوايج ما كنتش هاد اللي بغيت نتقداهم ساعه تقديتهم. المهم راه حنا العياله تعرفتونا كيفاش دايرين، يعني الا مشينا للسوق راه كلشي كيعجبنا وكلشي كان سميتو. المهم نبدا معكم على بركه الله. نبدا لكم البنات واقيله بالخضره، نبدا معكم بالخضره نيت يا بسم الله. فخذيت بطاطا، قلتي ليا البنات بطاطا لقيتها رخيصه، داكشي علاش خديت فيها 2 كيلو بطاطا. لقيتها يا البنات بجوج دراهم، ولكن خصكي يعني تعزلي فيها يعني داكشي اللي زوين. والخضره يا البنات راه ديما راه كنشريوها وزوينه للصحه، وكنحاول يعني في هاد الاواخر يعني ندخلها في النظام الغذائي ديالي ما اكثر، لان ما كنتش كناكل بزاف الخضره. المهم ما عليناش. هنايا البنات خديت خيزو والفلفله حمراء، الفلفله حلوه حمراء. المهم خلطت، ها كيدير جوج دراهم الكيلو، يعني خيزو جوج دراهم الكيلو والفلفله حمراء جوج دراهم الكيلو. هنايا البنات خديت كورجيت، خديت كورجيت وشويه ديال الخيار، خلطته حتى هو كورجيت والخيار حتى هو بجوج دراهم الكيلو. وهنايا البنات حيت انا عزيزين عليا لي زيبينا، غنشوف واحد البانيو فيه المهم الله ريحه القمه كتضرب فليو. خديت يا البنات النعناع فليو، خديتو يا البنات بالقبطه ب 10 دريال، ونورمالمون راه كيدير درهم غير واحد اللي داير لي 10 دريال. ومشيت عنده قلت علاش ناخذ ديال درهم، ناخذ نيت ديال 10 دريال. ايوا وخديت قزبور راه بدا كيغلى يا البنات. وخديت لي زيبينار يا البنات، لي زيبينار ما لقيتهمش بزاف الصراحه، كنت كنقلب حتى لقيتهم عند واحد وداير ليهم 3 دراهم للربطه هكا. راه فيها شحال ديال الربيطات هنا، المهم هكا ربطه كامله هكا ب 3 دراهم يا البنات. ولي زيبينا راه صحي، كنقولها لكم وكنعاودها لكم، لي زيبينا راه صحي زوين بزاف وكيزيد في الدم. هذا الشيء اللي كاين يا البنات في الخضره. وبالنسبه للحلوه راه وريتكم داك الباتيسري، خديت عنده هاد الحلويات وحطيتهم في هاد السوبيره هادي اللي كنت يلاه خديت وتقاسمتها معكم، فهي زوينه الصراحه كديري فيها حويجات بزاف. المهم هكا خديت حليوات هكا، حيت الصراحه عزيزه عليا الحلاوه ما نكذبش عليكم، يعني دائما خصني ضروري ناكل الحلوه. المهم كنتشهاها وكناخذها، هادشي اللي كاين. وبالنسبه للبنات لي زاكسسوار راه ما كنكونش عوانه ناخذ يعني شي حاجه، ولكن الصدفه. المهم نبدا لكم يا البنات بهذه كورميطه ديال اليد الزوينه، غزاله 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 بزاف شويه البنات، فيها هكا قليبات وفيها هاد التويشيات هادو، شفتوهم يا البنات في الشويبي عند هذاك مول الطبله اللي وريت لي كنت وريتكم، راه قلت لكم راه غادي نوريكم شنو غناخد. المهم خديت عنده هادي يا البنات، شكون غيسدها ليا التي نحاول نسدوها بلاتي. خديتها يا البنات ب10 دراهم، المهم غنحاول معاها نسدها. المهم يا البنات ها هي بلا ما كاع ما نسدها، هي كي كتجي في اليد شفتوها يا البنات، وفيها هادو وغزاله في اليد شفتو. ودرت معها هاد الخاتم هذا، هاد لاباغادي شفتو، هاد الخاتم تا هو في الزرق وكيشبه ليها، فقلت نديرو معاها هكا صافي. هاد الشيء اللي كان يا البنات زوينه هادي كتخرخش. راه هاد الموديل كان شحال هادي الصراحه، والله العظيم هاد الموديل شحال هادي، داكشي علاش قلت ناخذو، يفكرني في يامات زمان. ودائما في نطاق البراسليات او السنيسلات ديال اليد خديت هذه البنات، ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان، فيها حجيرات حتى هي في الشويبي، شفتو فيها حجيرات في الشيبي هكا شفتوها، غزاله حتى هي الصراحه عجبتني. واخا خديت هذه قلت ناخذ حتى هذه،
حتى هي البنات خديتها بعشرة دراهم عند واحد، يعني نقص لي الثمن حيت في الاول ما قالش لي 10 دراهم. المهم ها هي البنات كي كتجي حتى هي غزاله هذه بعدا تسدات دغيا، شفتوها تسدات دغيا زوينه البنات، شفتو غزاله واش كتبان لكم. المهم هذه نخليها في يدي هنا، خديت حتى هذه البنات حتى هي زوينه، شوفوا بهذاك الشيء ديال دوك اللي كيديروا نقاف. لا يا البنات هي كنضحك معكم، ماشي ديال الجبهه هذه ديال اليد، كورميطه ديال اليد، ما عرفت اختي واش كتكشف ولا لا، والله ما عرفت واش كيكشفوا هاد الكورميطات ولا لا، الله اعلم. المهم حنا خديناهم وتكلنا على الله، المهم يدوزوا ساعتهم. ودرت مع هاد لاباك هادي، حتى هاد لاباك كنت يلا خديتها يعني ماشي مهم مؤخرا، وجات معاها علاش حيتاش فيها الخضر، هاد الحجيره هادي في الخضر وهذا في الخضر، المهم جاو زوينين. هادي بحال الا كبسي شي جليليبه ولا عرفت واش كتبان لكم. المهم ها هي البنات، المهم فيها هكا جوج حجيرات هكا حمرين، وحده في الخضر في الوسط، وهكا كتجي فيها الحجيرات هكا تا هكا سميتو الجناب. المهم ها هي هادي البنات، خليها ليا بعشرين درهم يقدر، حيت هذا هما جوج، هذا اللي خديت عنده هادي هاد الذهبيه هادي موالفه الصراحه كناخد عنده، موالفه كناخد عنده، يعني كيقول لي الحاجه ما كتخرجش وما كتخرجش الصراحه. هادشي اللي كاين يا البنات. وبالنسبه للتقضيه ديال رمضان، يعني بالنسبه للسلو ياك، فانا تقديت القوام ديال سلو ها هو في هاد البلاستيك هادي. المهم راه سولتو على اللوز قدامكم وكان قال لي الثمن ديال اللوز، قال لي 1200 درهم ياك. المهم خديت هاد البركه هادي، خديت هاد اللوز ياك، وخديت يا البنات الزنجلان. هو كان عندي واحد شويه الزنجلان، هذا راه منقي، هاد شويه اللي كاين هنا راه منقي، هذا اللي يلا خديت راه مازال ما منقي، يعني مازال ما منقي. هذا الزنجلان يا البنات، كاين ديال كيما شحال قال لي، قال لي كاين ديال 700 وكاين ديال 500. المهم خديت شويه ديال كاوكاو، وهنا كاين حبه حلاوه والنافع، يعني حبه حلاوه والنافع شويه شويه ياك. وخديت يا البنات هاد إيلان حتى هو ياك، وخديت السوزة، فهاد الشيء اللي خديت يا البنات. خديت واحد البوزه صغيره، غادي نزيد مازال وحده واقيله، ويقدر نكتفي غير بهادي ديال البوزه يا البنات. وهاد الشيء اللي كاين، زرعت لك حتى اللي باقا خاصاني، ما عرفت واش غادي نديرها ولا لا، المهم هي اللي بقات خاصاني زرعت لك حتى. صافي يا البنات، هذا بالنسبه للسلو، القوام ديال السلو. فالصراحه راه الاثمنه بداو كيتزادوا في هذا رمضان، خاص اللي بغى يتقدى السلو يتقدى قبل رمضان بشويه. المهم يا البنات، وعندك مول 5 دراهم اللي كنت دخلت عنده، فيا البنات خديت عنده هذا الكرسي هذا، حيت كان عندي واحد الكرسي الصراحه ولكن تهرس ليا. وخديت هذا في الخضيره هكا، شفتوه زوين يا البنات، وكيبان ليا يمكن صحيح في داك اللي كان عندي شويه ما كانش قاصح هكا بزاف. المهم خديت هذا الكرسي يا البنات، كينفع الصراحه. وخديت هاد الشيفون حشاكم، هذا قال لي زوين راه كيصم بزاف الماء، المهم زوين. المهم هاد الشيفون يا البنات، ديري شيفون وممكن انك يعني ديريه تمسحي به هكا يعني الحيوطه وداك الشيء ولا الطبله ولا، فهو كيصم الصراحه. ايوا المهم يا البنات، واخيرا خديت عنده هاد سميتو الباطا ديال الدجاج ولا قريعه الدجاج كيكون باطا،
هاد القريعه ديال الدجاج يا البنات شفتوها يا البنات زوينه، ديري فيها الزيت وفيها هنا فاش كتكب، وهذا الشيء اللي كاين. ونتمنى ان الفيديو ديالي يكون عجبكم، وما تنساوش لايك بارتاج سبسكرايب ابوناو معايا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا الشيء اللي كاين، نضرب لكم موعد في فلوج اخر ان شاء الله او فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وبسلام عليكم.